واحدة من الحاجات الجميلة اللي حصلت في الفترة الأخيرة وبرضو من إيجابيات الأزمات الأخيرة في فيروس كورونا، أن حتى حفلات الزفاف اتغير شكلها. اتغير شكلها بشكل كبير، انه احيانا بقت ابسط، بقت في بيت او في مكان مفتوح، والدنيا بقت بسيطه وتفاصيلها الطف بكتير واقرب، وناس كتير حست انه احنا ليه ما كناش بنعمل كده من زمان. النهارده بقى احنا جايبين لكم حفل زفاف، مش بس هو مش الحقيقه مش قادرين نقول عليه بسيط، لكنه مختلف بكل التفاصيل. المغامر المصري صدام كيلاني صاحب أول رقم قياسي لأطول غطسة تحت المية، طبعا واحد من عشاق الغوص، لكن كانت غريبة قوي أنه يعمل كمان حفل زفافه على باتريشيا في أعماق البحر. حاجة تستاهل كده تشوفوها وتشاركونا. وبما أنه قدر يعمل ده والتجربة لطيفة وطبعا ملفتة للأنظار، خلينا نسمع منه. بينضم إلينا عبر زوم الغطاس والمغامر المصري صدام كيلاني. صباح الخير عليك. صباح النور. اوكي، يا صدام، اللي انتوا عملتوه ده كيف فعلتموها؟ والله الفكره مش جديده، الفكره اتعملت قبل كده كذا مره. ولكن اللي كان مختلف البدله والفستان، هم دول اللي كانوا مختلفين. عادي كانت بدله فرح عادي. احنا طلبنا من المصنع انه يعمل لنا فستان فرح وبدل من المواد بتاعت بدل الغطس عشان يكون اكثر مده في النظر ويكون اجمل تحت الميه. وهنا كان التحدي، المصنع اخذ التصميم من 5 شهور وكان خايف يشتغل عليه لان ما كانش متوقع انه هيطلع كويس او كده. والحاجه الثانيه ان بعد جاب مواد مخصصه عشان يقدر يطلع باللون دوت والشكل دوت. والفستان بيتغير لونه، يعني بيتغير لونه هو بره الميه وبيتغير لونه تحت الميه. اللي احنا شايفينه دلوقتي ده يعني دي مراسم حفل الزواج. وانا يعني عاجبني التفاصيل، لو معاكم ترابيزه ومعاكم ادواتكم احكي لي، اقنعت الناس اللي حواليك ازاي؟ اولا خلينا نبتدي بباتريشيا العروسه، هي اكيد بتحب الغطس زيك يعني واضح كده، بس هي كانت كمان متحمسه زيك للفكره؟ كانت متحمسة وكانت خايفة. اها. لأن هي ما كانتش حابة إن هي تكون تحت الأضواء. فحاولت أقنعها إن الموضوع فريندلي، إحنا نازلين مع صحابنا. وكلمت أصحابي وما كانش في أي مشكلة خالص. كلمني عن المأذون اللي معاكوا ده كمان. هو حد صاحبنا، بس هو كان حد صاحبنا ونزل بس يبقى موجود بس عشان الصور والمنظر يكون شكله أحلى من كده. اها. والحمد لله يعني كان الموضوع كويس، لأن حالات الغطس اللي انا بشتغل فيها كانت بتدعمنا وكانوا بيكبرونا طول ما احنا بره الميه وجوه الميه. وبصراحه الجهات الامنيه كلها كانت مامنه الحدث، وكان في ضباط من كل الجهات المخصصه عشان يامنوا الحدث ويطلع بالشكل اللطيف البسيط اللي انتم شايفينه ده. هو يستاهل الاهتمام بصراحه، يعني انتوا عملتوا حاجه لطيفه. الجميل جدا انه انا بحس كده الناس اللي عايشين في دهب ليهم تفاصيل خاصه للحياه وبيكسروا كتير من القيود التقليديه. يعني احكي لي بقى عن الزغاريد، احنا سمعنا كمان كان في زغاريد تحت المايه. كان في تحت المايه وفوق المايه، الفكره كلها ان احنا نزلنا المايه واحنا نازلين دهب، تقريبا دهب كلها كانت على الساحل. على الرغم ان ما كناش حاجه حد، يعني انا ما طلعناش التاريخ والميعاد مع غطاسين صحابي بس عشان ازمه كورونا وما كناش عايزين عدد كتير. واحنا نازلين الميه لقينا تقريبا دهب كلها على الشط وواقفه، والناس بتصور والناس بتزغرط والناس فرحانه. حتى اللي ما يعرفنيش، يعني حتى اللي ما يعرفنيش ولا عريس وعروسه نازلين الميه، فيلا نفرح معاهم. ولما نزلنا تحت المايه صحابي بقى حاولوا يقلدوا الزغاريد فطلعت بالشكل اللي حضرتك شايفينه. صدام، انا حاسه انه بقت في فرصه لانه ناس تكسر كتير من الحاجات التقليديه. اعتقد انه كون زوجتك باتريشيا كمان من اصول واضح انها اوروبيه مثلا مخلي الموضوع اسهل بالنسبه لك. عايزك في الاخر تقول لنا رساله تشجيع كده للشباب اللي عايزين يكسروا كتير من القيود، مش لازم يعني كلنا نعمل فرح بشكل غير تقليدي تماما كده، بس كلمني عن جدوى البساطه. قد ايه البساطه انت شايفها حاجه لطيفه وممكن تبقى مبهجه؟ البساطه بتحل اي حاجه في الدنيا، دي اكتر حاجه ممكن تتقال. وبساطه يعني حتى حضرتك شفت الفستان بسيط، ما فيهوش اي شغل خالص، هو بس
لدرجة إن هو فستان. العروسة شكلها بسيط خالص، لا ميك اب ولا تسريحة مختلفة ولا أي حاجة، حتى البدلة بتاعتي بدلة بسيطة عادية خالص، وكان شعري طويل شوية بس الحمد لله ظبطته. أنا بشكرك شكرا جزيلا. الغطاس المصري صاحب أطول غطسة والكسر رقم قياسي كمان النهاردة بيعمل حاجة استثنائية كده في إنه زواجه، ببارك لك صدام كيلاني، مغامر. وفكرة المغامرة حاجة من مبهجات الحياة، الناس اللي بتعرف تكسر القيود تعمل حاجات تبسطها، زي ما قال كده حتى كان إنه لما خرجت كان كل الناس اللي واقفين عشان فرحانين بيا وفرحانين لي بكل حماس. خلينا نقول انه كسر المألوف احيانا بيبقى حاجة حلوة ومبهجة.